بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ صحة بخير؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله، كاملين نساء ورجال. ونتمنى من الله تعالى التيسير والتوفيق ليا وليكم وسائر المسلمين، ونتمنى نكون عند حسن ظنكم، والفيديوهات اللي كنحط لكم يكونوا كيعجبوكم كيف كيعجبوني أنايا، وكي كان نفرح بهم وكي نديرهم وكنلقى فيهم كنلقاهم ايجابيين وكنلقى فيهم الشفاء وكنلقاهم مزيانين كنحطهم لكم حتى نتوما. ونتمنى من الله تعالى الشفاء لكل مريض يا ربي يا ارحم الراحمين، ويرزق كل اخت سؤلها وخير مما سالت، والله يرزق كل واحد ما تمنى يا ربي في حياته، الله يرزقه اللي كيتمنى وخير مما كيتمنى يا ربي. الاخوات كما شفتوا الفيديوهات اللي قبل، راني كنحط لكم وصفات متنوعين، والقناه ديالتي الحمد لله لحد الساعه راهي بخير والحمد لله يا ربي بفضل الله وفضلكم. واحد الحاجه هي المشاهده عندي ضعيفه، الله يجازيكم بخير الى ما ديروا البصمه ديالتكم وخلوا تعليق، ما غادي تخسروا حتى شي حاجه. الا بغيتوا من طبيعه الحال هاد القناه تعجبتكم وعدتوا عارفين انها فيها شي حاجه اللي فيها الفائده اللي غادي تفيد الناس، علاش لا؟ ما تبخلوش عليا بهذاك اللايك اللي كتخلو وبهذاك التعليق، علاش لا؟ ما الا كانت القناه ديالتي شتوها كتستحق، علاش لا ما تدعمونيش وتعاونوني؟ الله يجازيكم خير الجزاء يا ربي يا ارحم الراحمين. انا ما كان امركمش، الامر لله وحده. الا شفتوها عجبتكم عاونوا كما كيقولوا، قال هو الدال على الخير كفاعله. كنتعب كنصور فيديوهات كنوجد كندير جهدي وكثر من جهدي، والله سبحانه هو اللي شاهد وهو اللي كيعلم. والوقت حتى الوقت متاخر وانا كنوجد الحمد لله من نهار درت هذه القناه ما تليت كنعس نعاسي كامل، ما تليت كان مقسمه وقتي ودايره جهدي وكثر من جهدي باش تطلع هذه القناه وباش يولي ليا فيها دخل وباش نستافد منها وباش نعاون راسي ونعاون وليداتي ونعاون وليداتي كما قلت لكم، ونعاون الزوج ديالي ونخلي هاد القافله تسير الحمد لله بشرف وبعفه وبكرامه، والحمد لله. اللهم لي الحمد يا ربي. الله يجازيكم بخير، بارطاجوا لي القناه تاعتي وعاونوني باش تطلع القناه تاعي ان شاء الله، الله يكرمكم. اليوم جبت لكم واحد الفيديو جديد، ونتمنى ان شاء الله يلقى استحسانكم ويعجبكم ان شاء الله كما عجبكم الفيديوهات. غادي نوحط لكم الوصفه ان شاء الله، غادي نبداوها بسم الله. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. الوصفه الاخوات تاع اليوم هي الناس اللي فيهم الكزيمه ديال اليدين ولا ديال الرجلين. اليوم انا جبت لكم فيديو على الكزيمه، ونتمنى من الله تعالى التيسير يا ربي. هانتوما شوفوا المكونات معايا، ها هما هانتوما الاخوات المكونات، ساهلين وبساط ومتناول كل وحده وكل اخت وكل اخ بحكم ديال هاد الكزيمه والاشكال اللي كتخلي بنادم سبحان الله معصب منها، من في اليدين ولا في الرجلين ولا. اليوم انا غنحط لكم هذا الفيديو. عندنا اول حاجه هو الخل، الخل يا اما الخل هذا ديال التفاح ولا الخل العادي البلدي. وعندنا السكر كلاصي، وعندنا سكنجبير، وعندنا الدقيق ولا الطحين عادي. غادي تستغربوا ولكن غادي تجربوا هاد الوصفه واللي غادي تشوفوا الفائده ديالتها ان شاء الله باذن الله. الدقيق راه كاين في بزاف، غادي نحطو لكم في واحد الوصفه حتى هي الثانيه ان شاء الله، وغادي تشوفوا الطريقه ديالته بحالاش. بسم الله، غادي نبداو على بركه الله. غندير واحد المعلقه ديال الطحين بحال هكا، معلقه بحال هذا القياس، القياس اللي غادي تدهنوا به في واحد الوقت، حيت هاد الخليط ما كيبقاش، ما خصوش يبطا. القياس اللي غادي ديريه مساج في هذيك الوقت ولا كريم في هذيك اللحظه اللي انت صوبتيه. ونديروا معلقه
ديال سكين جبير هانتوما شتا، ونديرو معلقة ديال السكر كلاصي هانتوما، نخلطوهم، نزيدو عليهم الخل. الخل الاخوات، الخل اللي متوفر عندكم يا اما هذا يا اما الاخر هانتوما، الا ما بغيتش انا نبقى نسمي لكم هانتوما، غادي تشوفوا الطريقه بحالاش. ها غادي تخلطوه حتى يولي كريم، هانتوما الاخوات. بعد ما خلطناه شوفوا كيولي، ها يولي بحال هذا، بحال هذا القياس هانتوما، بحال البومادا كيرجع بحال البومادا هانتوما بحال هكا. كديروا مثلا عندكم في رجليكم ولا في يديكم، غادي ديروا القياس اللي غادي يقدكم، اللي عرفتوا غادي تدهنوا به وغادي يقدكم هانتوما. والطريقه ديال الاستعمال راه كتحطوه بحال هكا عادي على البلاصه اللي عندكم فيها، كتحطوه بحال هكا هانتوما بحال هكا، كتحطوه هذا كاين اللي كتكون عنده في الكف ديال الايد من الداخل، كاين اللي كتكون عنده في الرجلين ولا القدمين في القدام ولا هانتوما، ديروا ليه بحال هاد بحال هاد طريقه هكا، وتخلوه هانتوما شفتوا بحالاش، كتخلوه حتى كينشف، الا كان غير في الرجلين كتحتحتوه بحال هكا تخلوه ينشف وتكركبوه بحال هكا هانتوما. كيما قلت لكم الا كان في الرجلين كتخلوه، الا عندكم في اليدين من طبيعه الحال حيت غادي تبغوا تاكلوا غادي تكركبوه وتغسلوه وتخلوه حتى ينشف وتكركبوه بحال هكا، واللي غادي تغسلو من طبيعه الحال غادي تسبقوا ديروا الصابون، هو الاول الصابون الطبيعي اللي ديروا عليه هاد الوصفه. منين ينشف الرجلين ديالكم يا اللي خلوه راه غادي تبغوا توضوا، ولا هذا اللي غادي تغسلوه، واليدين ديالكم غادي تغسلوهم، خلوه تقريبا نص ساعه ربع ساعة على حساب الكمية شحال درتو والوقت اللي غادي تنشف فيها، على الأقل خلوه نص ساعة اللي غسلو من 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 وراء هذا. الوقت اللي غادي تبقاو ديرو هاد الوصفة هي أنكم غادي تبقاو ديروها حتى تبان لكم النتيجة، من بعد أسبوع إن شاء الله بإذن الله غادي تبدا تبان لكم النتيجة تدريجيا إن شاء الله بإذن الله، وغادي تحيدو هاديك الساعة تسالو الوصفة مبقيتوش غادي ديروها. ونتمنى من الله تعالى التيسير والتوفيق لنا ولكم ولسائر المسلمين يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.